عموما المؤتمر فيه كواليس وتفاصيل كتيرة، هنروح معاك للإسكندرية وموفد قناة الأهلي زميل محمد توفيق اللي حضر مؤتمر كارلوس كيروش ويضعنا في الصورة. محمد مساء الخير. مساء الخير استاذ ابراهيم، مساء الخير باشمهندس عادل، تحياتي لحضراتكم وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. بالتفصيل كده كارلوس كيروش قال ايه؟ بالتفصيل هنتكلم يعني كمان عن الكواليس وما قبل المؤتمر، يمكن كان في اتجاه عام قبل المؤتمر النهارده ان الاسئله تكون محدده او في اتجاه معين، ان طبعا حضرتك زي ما عارف كان الاهتمام في الاعلام المصري كله الفتره اللي فاتت باستبعاد محمد مجدي قفشه ومحمد شريف من استضافه المنتخب. فحتى على غير العاده كان الاسئله ما تمش توجيهها مباشره للجهاز الفني، لا تم كتابه الاسئله في ورق خارجي واستلمها مدير الاعلام بالاتحاد المصري لكره القدم الاستاذ اسامه اسماعيل، وهو اللي عرض الاسئله فيما بعد على المدير الفني اثناء المؤتمر الصحفي. يمكن في بدايه المؤتمر الصحفي اول حاجه مستر كيروش اتكلم فيها قال انا بوجه طبعا الشكر للاعلام وممتن لكل حد موجود هنا مهتم باخبار المنتخب ونقلها ودعمنا في هذه الفتره. مع بدايه بقى طرح الاسئله اللي زي ما قلت لحضرتك يمكن تم فلتره الاسئله وتوجيهها بطريقه معينه كمان عشان نبقى واضحين، يعني حتى في اسئله مطروحه من بعض الزملاء بشكل معين، ففي حال يعني في اوان عرضها على الجهاز الفني او المدير الفني للمنتخب تم عرضها بشكل معين، واضح ان الراجل كان مدي تعليمات ان هو مش عايز يتكلم زي ما حضرتك قلت في البدايه عن اللاعبين المستبعدين في المنتخب. ففي البدايه لما اتكلم عن يعني فتره الاستعداد وانها فتره قليله فقال طبعا ان انا كنت اتمنى الفتره تبقى قبل كده عشان اقدر اشتغل بشكل افضل، ولكن 5 ايام هم المتاحين ف يعني بنشتغل بكل ما اوتينا من قوه عشان نظهر بشكل جيد امام ليبيا. كمان اتسال عن مواجهه ليبيا وان ليبيا متصدره المجموعه، فقال طبعا كره القدم لا تخضع لحسابات، يعني نترك الحسابات لعلماء الرياضه والمهندسين، كره القدم تعترف فقط بالعمل والجهد، احنا بنشتغل وبنعمل الجهد اللي علينا علشان يوم المباراه لما نوصل ونلاعب ليبيا نكون افضل ونحقق الفوز. كمان بقى لما اتكلم يعني السؤال طرح بدون طرح اسم اللاعبين المستبعدين او تحديد اسماء، طرح بشكل عام عن القائمه، فاكد ان القائمه دي او ال 24 لاعب الموجودين في المنتخب هم اللي شايفهم من وجهه نظره اللي هيقدروا، يمكن الكلام طبعا حضراتكم اقدر ناس انكم تحللوه، يعني ايه كباجل قال بنفس الكلمه كده بنفس يعني بنقل عنه الكلام زي ما اتقال بالظبط، انا اخترت ال 24 لاعب القادرين على الاداء بشكل قوي خاصه في المواجهه المحدده وهي مواجهه ليبيا. انا حاولت ان انا اختار اللاعبين اللي شايفهم من وجهه نظري هيأدوا بشكل قوي وهيقدروا يحددوا لي الهدف اللي انا عايزه من المباراتين وهيقدروا يحددوا يعني يوصلوا للنتائج والنتيجه اللي كلكم عايزينها في الاخر، واللي هي ان منتخب مصر يكون في كاس العالم، دوت اللي تقدروا الله اقدر اتكلم فيه وتحاسبون عليه. كمان قال عن الفتره ان هو سيعمل التحضير، قال احنا بنحضر وبنشتغل، اتفرجنا على منتخب ليبيا كويس جدا، وزي ما انا عارف فرقتي انا عارف اكثر منتخب ليبيا لكن مش هتكلم على الملأ في الاجزاء اللي انا اعرفها. قال حلمكم وحلمي وحلم كل المصريين ان احنا نوصل لكاس العالم، سيبونا اشتغل على الحلم دوت باسلوبي وبطريقتي وان شاء الله في الاخر نحقق الحلم. لما سال بقى عن كمان عن تالق محمد صلاح بالامس في الدوري الانجليزي واحراز هدف اكثر من رائع في مباراه امام مانشستر سيتي، قال من اليوم اللي ابتديت فيه تيشيرت منتخب مصر بقيت مسؤول والمدير الفني منتخب مصر، فاي حدث بيحصل سواء لمصر جوه الملعب او خارج الملعب انا ببقى فخور وسعيد بيه جدا. يمكن في اخر المؤتمر طبعا حصل حاله من يعني الضيق من الصحفيين ان بعض الاسئله لم يتم توجيهها للمدير الفني وكانت خاصه في استبعاد، يعني كل الناس كانت مجمعه على كده استبعاد محمد مجدي قفشه ومحمد شريف من صفوف المنتخب، فالراجل جلس مره اخرى استاذ ابراهيم باشمهندس عادلي واتكلم، قال لو هو ده اللي انتم عايزين تعرفوه او عايزين تتكلموا فيه فانا هتكلم عن حاجه واحده بس، في لاعب مهم جدا هو الوحيد اللي هتكلم عنه وهذكر اسمه، هو لاعب بسيط جدا وهو المنتخب المصري، هو ده اللي يهمني، هو ده اللي يهمني انه يظهر بشكل رائع، هو ده اللي يهمني انه يأدي بشكل كويس ويحقق حلم وطموحات المصريين وهو الوصول لكاس العالم. يمكن ده كان كل الاجواء وكل اللي اتقال نقلا بالنص عن مستر كيروش اثناء المؤتمر الصحفي. كلمه ليك يا استاذ ابراهيم اتفضل. المنتخب جاهزيته لمباراه ليبيا بشكل جيد مش كده؟ يمكن النهارده التدريب كان مغلق بشكل تام امام وسائل الاعلام، ما فيش سمح لقناه واحده وهي القناه الحاصله على الحقوق انها تكون متواجده، ولكن طبعا من خلال متابعتنا يمكن احمد حجازي وصل بالامس وموجود في تدريبات المنتخب، جميع اللاعبين بحالتهم الفنيه والبدنيه اطمنا عليها من الجهاز المعاون بشكل اكثر من رائع ان شاء الله،
ويعني زي ما اتكلمنا مع اكثر من حد في الجهاز الفني قال يعني دعواتكم لا ينقصنا سوى التوفيق. يمكن مستر كيروش عامل يعني زي ما بنقول قبضه حديديه على المنتخب، قافل جدا على الفرقه هو وكابتن وائل جمعه مدير المنتخب. الاجواء كلها بتقول ان شاء الله ان احنا هنظهر بشكل مختلف ومغير ان شاء الله في مباراتين ليبيا، وان شاء الله يكون التوفيق مع منتخب مصر، وده هدفنا كلنا زي ما ذكرت حضراتكم في البدايه. ان شاء الله نحصد 6 نقاط ثم صداره المجموعه وتبقى خطوه ان شاء الله نحو التاهل للمرحله النهائيه، ومصر تكون في كاس العالم باذن الله المره الثانيه على التوالي. ان شاء الله يا محمد، شكرا جزيلا للزميل محمد توفيق موفد قناه الاهلي للاسكندريه.